زبدة الفستق، يا سلام، ثلث كوب، بحبها بالسلطات، ثوم، ومن الزنجبيل، وطبعا بهاراتنا كلها اليوم، وهاي شغلات من الضياء. راح أضيف صويا صوص، راح نضيف من عصير الليمون، من الخل، من العسل اللي زي مشاهدين قناة رؤية، ملفوف، وكمان ملفوف. شيء حلو، شيء جميل. عندنا فلفل أحمر، كمان فلفل أحمر. كمان من الخس. وعندنا يا حبايبنا البصل الأخضر، أها، فستق محمص بالفرن، أها، مش مملح شيف، مش لا 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 شيء من السوبر ماركت، لا مش مملح، لا أنا بالفرن حمصته، أها، وننزل الدريسنج، يا سلام. عندي كمان من أوراق النعنع وأوراق الكزبرة. الآن بدنا نخلط، أها. السلطة الآسيوية المقرمشة، للسلطة بدنا خس، ملفوف أحمر وعادي، فلفل أحمر، أوراق من الكزبرة، وأوراق من النعنع، وبصل أخضر، وفستق محمص. أما التتبيلة من ثلث كوب زبدة الفستق، ملعقتين عصير ليمون، عسل وخل، زيت سمسم، ماء صويا صوص وزنجبيل، وشوية من الثوم.